اهلا جورج، يا مرحبا. طلال بدر، سلام رب. سلام الجلد يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام عزيز. انا عايز اقول كلمتين والنبي على حكايه التكوين الاول وبعدين ماشي. اوكي. انا فوجئت ان في بعض الاخوه الملحدين يقول لك احنا لازم نشجع تكوين، دول احسن حاجه حصلت في الدنيا، دول مش عارف ايه. انا فوجئت بقى. امبارح سمعت مداخله الاستاذ هشام ادم، مش عارف تعرفه ولا لا. عارف. قال لك احنا مال دين ابونا، يعني احنا ناس مسلمين بيتخانقوا مع بعض، احنا ايه اللي دخلنا في النص؟ ناس معتزله وناس مش عارف، يقول لك لا نشيل الاحاديث، ثاني يقول لا نحط الاحاديث، يقول لك لا اصل انا بص هشيل نص الاحاديث الوحشه واحط نصها ثاني حلو، اصل انا هشيل الحديث ده مش عاجبني، اصل مؤاخذة الحديث ده مش عارف ماله وجرى له ايه، اصل مش عارف مين كان ماله حصل له ايه. احنا بقى اللي دخلنا في القصه دي؟ ندعم ايه وندعم؟ احنا مال دين ابونا يعني. شيلنا الاحاديث خلاص الاسلام بقى حلو كده، شيلنا الاحاديث الوحش خلاص الاسلام بقى طيب وجميل. هو اللي بيقول لك نشيل الحديث ده بيقول لك لا والله القران حلو، بس انت فاهم غلط. فانا هقعد بقى طول عمري تحت رحمه انت فاهمه ازاي، يوم ما تفهمه صح تعمل لي كويس، يوم ما تفهمه غلط تطلع دين اهلي. لا يبقى انا كسبت صلاه النبي، هو نص ابن دين كلب مفهوم اساسا، مش محتاج كل اساسا، مش كيمياء نوويه يعني، نص بدائي جدا قذر جدا. لو اتكتب انا اؤكد لك، لو الكتاب ده اتكتب النهارده في يومنا هذا هيمنع من النشر. ليه؟ بيعمل كل الحاجات اللي بتخرج القانون الدولي، بيحرض على ناس بعينهم، بيصم بعض الناس سواء بناء على الدين او على الشكل او على العرق بسمات، يقول لك اليهود او حتى على الاعاقه، خلي بالك حتى على الاعاقه، حتى بالاعاقه بيعاير الباقيين. ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، انت مجنون يا عم، مالها الحمير عملت لك ايه؟ لا صوتهم وحش، طب وانت خليهم ليه لما صوتهم وحش؟ وعامل لهم صوتهم ليه كده لما هو صوتهم وحش؟ ده نص بمنتهى الجنان، نص عنيف جدا، قذر جدا، عدواني جدا، عنصري جدا، فيه كل الصفات السيئه. الكلام ده لو كتب النهارده هيمنع من النشر، ويمكن اللي كتبه حتى لو يعيش في اعتى دول العالم تمتعا بالحريه يتسجن، يتحبس. هو الحاجه الوحيده اللي مخليها الكلام ده ما بيحصلش ان الكتاب ده قديم بس، وان فيه تقريبا مليار ونص بني ادم بيقولوا ان الكلام ده كويس، فالعالم اللي هو ايه بياخدهم على قد عقلهم يعني. طب كويس بس ايه، ما تقرفوناش في عشيتنا يعني، كويس خليه ليك، بس هو نص قذر جدا. فالنهارده بقى انا يطلع لك واحد يقول لك بص احنا نرمي الاحاديث، خلاص يا عم في داهيه الاحاديث، هات لي القران. لا بص بقى دي انت فهمتها غلط، اصل قطع مش معناها قطع، ووصل مش معناها وصل، واحى مش معناها احى. عرفت منين حضرتك؟ لا اصل انا درست بقى اللغه، انت ما بتفهمش حاجه في اللغه العربيه، انا درست بقى. ايه العن دين ام اللغه العربيه؟ انا مال انا باللغه العربيه؟ انا مال انا مال عن ابو اللغه العربيه على دين ام اللي عمل اللغه العربيه؟ انا مالي؟ هو في اله بيكلم النائي بيكلم العالم كله بلغه بلهجه من اهل قريش من 1400 سنه؟ ده ايه يا اخويا الاله ده؟ ده العيل النهارده اللي عنده بنتي اللي ما كملتش سنتين بتعرف تفتح التابلت وتدوس على كام لغه؟ الاله ده ما كانش عارف يبعت لنا بكام لغه، بلغه حتى مش ميته، اللغه العربيه دي لغه ميته؟ ما فيش يابا، اقطع بعيد عنك عويل. وعايزنا بقى احنا النهارده نساند عين العوالة، رغم معلش الصعبيه يعني بيكتب باللغه العربيه، يلا نتعلم له اللغه العربيه، بس مسكين مش عارف يتكلم بلغه ثانيه، مسكين يا عيني، معلش ادوله فلوس، معلش يقول لك ان ربنا عايز منكم قردا حسنا، يعني مفيش حد يسلف ربنا يعني، معلش اي حاجه انت بسجاره، طب اي حاجه وانت ماشي يعني، اديني اي حاجه. هو ده عايزين بقى احنا النهارده نقعد نقول بقى هذا الكائن العويل الجاهل اللي كاتب لنا كلام كله عبيط وكله عنصريه وعنف، ان ما كانش عبيط يبقى عنصري وعنيف، هو كده نقعد بقى النهارده نبرر له الكلام ده، احنا نفسره بطريقه ثانيه ونفهمه بطريقه اخرى. انا شفت ابراهيم عيسى اثنين عملوا معاه مداخلات من المفروض المحسوبين على الجانب اللاديني، يعني ادم المصري ومش عارف هاني سليم اللي هو بقى عايز ياخدهم في ادم المصري بصراحه ايه كوعهم له يعني. كلام خالص. قال له ايه؟ بيقول له الشرائع دي شرائع كانت موجوده قبل كده، الشرائع اليهوديه دي واللي خد منها الاسلام كوبي بيست، كانت موجوده اصلا في شريعه حمورابي ومسروقه من الشرائع اللي قبل كده يعني، ما فيش جديد. قال له طب مش يمكن ربنا خد الشرائع القديمه دي وعمل لها تشريع في الوحي عادي يعني، استلف من الشرائع القديمه دي؟ قال له لا، ما هو قال الشريعه دي شريعه جديده وهي مش شريعه جديده، انت بتكذب ما تقرفناش ما تقعدش تشتغلنا بس.
فهم الناس دول عايزين تقريبا يشتغلونا. هي دي كلها اشتغالات عشان في الاخر نحاول نحس. انت عارف انا هقول مثل سيء يعني ريحته وحش بس هو دي الحقيقه. لما يكون قلوط خرى هو قلوط خرى, فانت بقى ترش عليه برفيوم, ها تحطه في حاجه ازاز كده كويسه وتحطه في متحف, هو هيفضل قلوط خرى مهما عملت فيه لان هو قلوط خرى. هو الاسلام قلوط خرى كبير. لو عملت له تكوين والله لو عملت له ايه هو قلوط خرى, وهتفضل ريحته قلوط خرى وشكله قلوط خرى, هو هيفضل قلوط خرى. فالافضل ان انت تقول عليه بص يا عم ده قلوط خرى بس, يعني هتاثر على نفسك الطريق. انما بقى انت ايه بص, طب بص شكله والنبي من الجنب كده, شوف هو نازل كده عامل كده, بص شوف البذره القطه اللي فيه دي مش بذره القطه اللي فيه دي نافعه, يعني انا هسيب قلوط الخرى ده واخد بذره القطه؟ لا ما دي تنفع, ممكن تتزرع على فكره يعني. طب ايه رايك قلوط الخرى بيستعملوه في الصناعه العضويه؟ لازم الاقي لك فيه حاجه حلوه عشان ابيعه لك يعني. هو قلوط خرى مش هتعرف تبيعه لي مهما عملت.